يا حبيبتي بطل ان شاء الله. انا اسف بس عايز اضيف حاجه. اتفضل في ليلى، ليلى اصغر لعيبه سافرت البريتش اوبن السنه اللي فاتت وخدت خامس، يعني بمثابه خامس عالم، وهي لسه ان شاء الله عندها واحده كمان. الله اكبر. وعندها لسه يعني لعبت الاكبر منها بسنه. وخدت تاني جمهوريه السنه دي، الله وعندها اكبر. لسه واحده جمهوريه كمان. الله ربنا بس اكبر. يحفظها الله اكبر. ويبعد عنها ربنا يحفظها الاصابات يا رب. ويكرمها. يحفظك يا حبيبتي، ربنا يعني يحفظك. ما شاء الله اللهم بارك، يعني من اقوى اللعيبه ربنا اللي جايين ان ربنا شاء الله يبارك هي فيها يا وانس. رب ويحفظها يا رب. نروح لانس بقى. انس قول لي بقى، انت عملت ايه السنه دي؟ لعبت ايه؟ يعني كان في بطولات كتيره. السيزون كان طويل بس الحمد لله السيزون كله على بعضه كان كويس الحمد لله. يعني رانكي كان تحت قوي عشان كنت لسه بادئ بقى في بحث تحت 11، بس دلوقتي الحمد لله اترفع يعني كتير جدا. ويعني كان برضو البطولات صعبة. لعبت ايه بطولات يا حبيبي؟ ايه البطولات اللي انت خدتها او البطولات اللي انت لعبت فيها كويس؟ يعني اقول مثلا كل البطولات كانت كويسة الا مثلا بطولة او بطولتين كان اصابة. ما ايه دي ما شاء الله. طب انت يعني انت عارف ترتيبك وصل كام دلوقتي يا انس ولا ما تعرفش؟ ايه كام؟ الخامس. ما شاء الله، دي لسه عندك سنة كمان تحت 11. وصل سيمي فاينل بطولة الجمهورية. ما شاء الله الله اكبر. خد رابع كان بيلعب الاكبر منه. ها يعني لسه قدامه سنه كمان. لسه دول الله دول اكبر ان شاء الله لسه جايين دول. بس بقول لك الله اكبر يا كابتن، دول مش بس الله اكبر، مش لعيبه سكواش بس، دول متحدثين كويسين يعني. لا في ثقه وفي ده، هم كده ماسكين نفسهم. لا الله اكبر. لا برافو عليهم. انا عايز كده اللعيب بتاعك تتكلم في الميديا وانت صغير، متعلم ازاي تتكلم في الميديا. ليلى عجبتني جدا. طب نفسك في ايه يا انس؟ نفسي ابقى بطل سكواش. وطبعا ان انا، طب ما انت بطل، ولا عايز تبقى اكتر من كده؟ اكتر. برافو. ليه بلاش اكتر؟ صح، الله ينور عليك. طب قول لي بقى، انت بتقلق في الماتشات ولا انت مش فارقه معاك خالص؟ لا بقلق. ليه؟ هو ليه انت هتخسر؟ ليه؟ الله اكبر. طيب قول لي، يعني مين اللي علمك الكلام ده ولا انت بتشوفه وبتتعلم؟ يعني لا بشوفه وبتعلم. وبرده كان في حته كبيره برده عند كابتن احمد حسني طبعا. طبعا حته كبيره عندك بعد اذنك يا كابتن، يلعب كل الماتشات. انت كده ماشي. وليلى ماشيه كويس كده. الولاد دول يا كابتن بعد اذنك ياخدوا. حتى انا دول بعرف اتعامل، يعني هم فعلا بجد الولاد مؤدبين، فده يكفي ان انت بتعرف توصل لهم المعلومه بسهوله. وهم ما شاء الله ابطال، فبيبقى في دماغهم انا عايز اخش انفذ 100% علشان انا عايز اكسب دايما. يعني ليلى دي في اول بطوله بتعيط عيال تشتري انها خسرت. يا بنتي دي اول بطوله، انت لسه ما لعبتيش. طب خليني اعرف برضه من انس حبيبي، انت بابا وماما بيتعاملوا معاك؟ طبعا. تقول لهم ايه على الهواء؟ اقول لهم ايه على الهواء؟ شكرا لكل حاجه عملوها وكل التمارين اللي هم ودوها لي ورجعوها لي وكل الادفايس اللي هم ادوها لي. ويعني كان هم برضو حته اكبر حته فعلا في اللي انا وصلت له دلوقتي. ربنا يخليك يا حبيبي.